بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، تم إضاءة برج القاهرة باللون الأخضر، وهو لون شعار اليوم العالمي إحياءً لهذا اليوم. وللمزيد ينضم إلينا محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري. محمود، ماذا لديك من تفاصيل حول هذا اليوم ورمزية المكان الذي تقف فيه وإضاءة برج القاهرة باللون الأخضر؟ نعم، تحياتي لك يوسف ولكل السادة المشاهدين. يحتفل العالم في العاشر من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للصحة النفسية لدعم المرضى النفسيين. الاحتفال هنا في القاهرة بدأ من اليوم بإضاءة برج القاهرة باللون الأخضر، وهو بالطبع لون شعار هذا اليوم، تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار. الاحتفال بدأ من برج القاهرة، وسيتم الاحتفال وإضاءة اللون الأخضر في كل المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. يبلغ عدد المستشفيات 21 مستشفى في 15 محافظة. هذه المستشفيات سيتم إضاءتها باللون الأخضر من اليوم، وأيضا ستنطلق هذه الفعاليات غدا في عدد كبير من هذه المستشفيات، منها مستشفى أسيوط. غدا سيكون هناك محاضرة للأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، ستكون هذه المحاضرة حول ظاهرة الانتحار، وأيضا ستتحدث عن الجديد في علاج الإدمان. سيكون أيضا في بعض المستشفيات مثل مستشفى الخنكة ومستشفى طنطا، سيكون بها بعض الفعاليات الثقافية وبعض الفعاليات الترفيهية أيضا، وبعض الندوات التي يعني الهدف منها هي دعم المرضى النفسيين. برج القاهرة أضاء كما ترون من خلفي الآن الإضاءة باللون الأخضر. منذ قليل بدأ برج القاهرة في هذه الاحتفالات، وسيستمر بالطبع يعني حتى غد مع كل المستشفيات التي ستدعم هذا اليوم العالمي للصحة النفسية. أيضا سيكون هناك ماراثون رياضي في بعض الأماكن، بعض المستشفيات ستنظم هذا الماراثون، منها مستشفى طنطا، وأيضا سيكون في بعض القوارب النيلية في محافظة أسيوط وهنا أيضا في القاهرة. وكل هذا يعني كل هذه الفعاليات ستكون يوم غد، وهو اليوم الرسمي للاحتفال بالصحة النفسية. وأيضا وزارة الصحة والسكان المصرية تقوم بجهود كبيرة جدا في إطار دعم المرضى النفسيين من خلال المستشفيات الموجودة التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية. فبالتالي احتفالات بدأت من هذه الليلة وستستمر حتى غد احتفالا بهذا اليوم العالمي بعدد كبير من الفعاليات كما تحدثنا، سواء كانت الترفيهية أو حتى المسابقات التي تتم للمرضى لإحياء أجواء كلها فرحة وبهجة ودعم لهؤلاء المرضى النفسيين في كل المستشفيات الموجودة. فإذا هو توجه مهم ودعم صحي ونفسي. نعم. هام لهؤلاء المرضى في. نعم. هذا اليوم العالمي الذي يعني تم الاحتفال به لأول مرة في عام 1992. نعم. الآن عودة إليكم مرة أخرى. شكرا جزيلا زميلي محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري.